يبقى الإمام المهدي، الإمام المهدي اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لك لن تقوم الساعة حتى يرسل الله رجلا من أهل بيتي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. هذا الرجل الذي سيقودنا أول ما حيقول أنا ابن فاطمة يبقى شيح على طول، أول ما هيقول أنا ابن فاطمة شيعي وابن علي شيعي، ويا سلام لو لفله عمة سودة زي العمة مش السودة اللي قاعدة دي يبقى كده الشيعة ونص والثلاث أرباع، ولو قال علي ابن أبي طالب هو الخليفة المعين يبقى رفض خبيث. يا سلام عز بالله ليه هم هيقولوا ما بيقولوه، هم قابلين علي جاي على المهدي ده، هم مش قابلين علي نفسه، علي نفسه غير مقبول يا جماعة، علي نفسه اللي هو رأس القضية. زي كان بزعل من الشيعة لما يقعدوا يولولوا على الحسين، يا سيدي الحسين ضحية الإضاحة بعلي، الحسين هو طبيعي جدا لو كان الإمام علي استلم قيادة الأمة ما كناش شفنا المآسي اللي مرت بفاطمة نفسها واللي مرت بالحسن واللي مرت بالحسين واللي مرت بطارق. أنا ضحية الإطاحة بعلي، أنا واحد من ضحايا الإطاحة بعلي بن أبي طالب. لو تروا السب الذي ألقاه على الفيسبوك أو اليوتيوب تعرفوا أنني أشكو إلى الله أبا بكر وعمر، أشكوهما إلى الله لأنني ضحية من ضحايا الإطاحة بالرجل العظيم الفذ زوج السيدة الزهراء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كلكم ضحايا، كلكم، لست أنا وحدي، كلكم ضحايا. الحرب في اليمن اليوم واحدة من ضحايا الإطاحة بالإمام علي، الحرب الموجودة في سوريا ضحية من ضحايا الإمام علي، الإطاحة بالإمام علي، الطريقة التي يعالج بها حزب الله ضحية من ضحايا الإمام علي، كل مكان العراق وما فيها من الدواعش ضحية من ضحايا الإمام الإطاحة بالإمام علي. نحن إذن السيدة العظيمة فاطمتنا هذه التي نحتفل بها ونتحدث إليها، وليسمع ولتسمع أمتنا السنية أننا نعبد الله عندما نذكر السيدة فاطمة. كيف نعرف الطريق إلى الله؟ الله جعل معرفة الصراط المستقيم بأشخاص وليس بتعريف، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟